بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الأحباب، معكم أخوكم وعد دائما. حبيت يعني فقط نوضع يعني تنويه بخصوص الفيديو السابق. يعني الكثير من الإخوة ما عرفوش المقدار تاع القطارات تاع الفيتافور اللي وضعوها الطائر تاعنا، وبزاف ناس قالوا لي فيتافور راه منقطع وما على باليش، ما كاش منها كامل. فيتافور راه متواجد وراه يدخل الأسواق بشكل عادي، لان شركه الصيدان هذه فقط يعني شهرين دارت له يعني تحديث الدواء عفوا، وراه يدخل الاسواق. يعني فقط صبروا وان شاء الله تلقاهم متواجد، ما كان حتى مشكل. في تينمسار راه متواجد في اي جهه، ولكن راه قليل شويه، يمكن شهر شهرين ان شاء الله يكون متواجد في كل الاسواق. هؤلاء اخواتي مثل ما ترون، راح اوريكم ان شاء الله. يعني انا علاش خوتي نبغي ناخذ صوره ونصور، لانه نغبن هكذا يعني ما كاش لي صور عليا ويلزم نقطر بيدي، ويعني تعذبت على بصح. ولكن راح نوريكم ان شاء الله. هذا اخوتي، هذا يستعمل كمكمل غذائي. بزاف ناس كان اللي قال لك درته ومات لي الطائر، ما كاش منها يموت لك الطائر. يعني فقط في حاله واحده، اذا كثرت له ممكن دير له مش عارف 15 نقطه، هذه اكيد راح يموت لك. خطر علاش؟ راح تضر الكبد تاعه. وفي الفيديو السابق ذكرت لكم هذا الامر، قلت لكم ديروا له 4 نقاط كاقصى حد في مشربيه تاع الشتاء تاع 40 مليلتر. 4 نقاط، ماشي انا قلت لك دير 4 نقاط وانت تمشي دير 20 ومن بعد تقول لي مات لي، لانه بالتاكيد راح يفرع لك الكبد تاع الطائر تاعك. الكبد راه ينفرع، وبالتالي خلاص، لان الكبد هو الاساس عند الانسان، عند الحيوان هو القلب. راح اوريكم ان شاء الله. شوف اخواتي، تردوا الفيتافورم تاعكم هكذا، مشربيه تكون نظيفه يا اخواتي. ها تشوف فيها، يعني ما تشوف فيها وسخه. النظافه اهم شيء للتحضير. ها ودي اخواتي، تجيب هذه تقول بسم الله، تحط 4 نقاط، هذه 1 2، راح يتغير اللون تاع الماء. شوفوا انه راح يتغير. 3 4، هاي اخواتي 4 نقاط عفوا 4 نقاط كأقصى حد، مثل ما قلت لكم يعني فقط لمدة 24 ساعة، يعني نهار تحطوه الصباح. يوم الأفضل يعني تعطشوا شوية، تعطشوا حل يعني حس ساعة هكذا، باش كي تعطيه يشرب مباشرة. هذه اخواتي هكذا تخلط، راح تشوفوا ان اللون تاعها راح يتغير للأصفر، وتعطيه هالو مباشرة، تعطيه هالو بدون أي مشاكل. نحطوها لهنا هكذا إخواتي، تعطيه هالو تخليه 24 ساعة. ومن الأفضل ما تكونش معرضة للأشعة الشمس، لأن الفيتامينات تجي حساسة، كي تعرضها لأشعة الشمس راح تفقد النوعية تاعها. وطبعا إن شاء الله من بعد راح ندير لكم على الآخر لابوا دو سكور، يعني العلبة اللي تحتاجها، يعني واش راح تخلي فيها، لانه هذه يعني دنيا، ممكن طائر يمرض لك، ممكن طائر يعلق لك في القفص، يمكن طائر ينجرح، يمكن يعني هناك امور بزاف. راح ان شاء الله ندير لكم فيديو يعني قصير على واش راح تحتاج، وخاصه يعني الامور اللي راح تحتاجها لموسم التجهيز ان شاء الله. وباذن الله باذن الله يعني الفيديو القادم سيكون حول التجهيز، حول التجهيز ان شاء الله. اذا اخواتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا. وطبعا مثل ما قلت لكم، كي تعملوا هذا كوقاية يعني كمكمل غذائي، تعطوه مرة في 6 أيام أو مرة في الأسبوع، ديروا له 4 نقاط. مثل ما قلت لكم إخواتي، المشربية ما تكونش معمرة حتى للحد، مشربية عادية ستوندار هكا، تكون معمرة 70% فقط، لأنه أصلا هو ما راح يشربها كلها، يعني ما راح يستفاد من هذه كل النقاط كامل، لا راح يشرب فقط يمكن نصف، لأنك أنت 24 ساعة راح تغير، صاير تعطيه ماء عادي. أما في موسم التجهيز او لما يكون يغير مثلا الريش او يكون ضعيف، مثل ما قلت لكم يعني مرتين في الاسبوع تحطوا لها كـ4 نقاط، خلاص هذا ما كان اخواتي. وطبعا هذا فقط مكمل غذائي، يعني يلزم نظام غذائي يكون مليح، تاكلوا مليح، تنوع له البذور، تنوع له مش عارف الخضار، الفواكه الى اخره، لانه الحسون او الكناري تاعك باش تجهزوا، ما راحش تجهزوا مثلا فقط بالفيتامين او، يلزم كل الفيتامينات
تكون عنده حتى يقدر يجهز. ولكن احنا رانا عارفين ان الفيتامين او يجهزه حقا، ولكن هذاك يعني مساعد، يعني يساعده اكثر. ولكن يلزم 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 الكناري تاعنا ولا الحسون تاعنا يتوفر على كل الفيتامينات اذا اردنا يعني موسم ناجح ان شاء الله. طبعا اخواتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا، خلاص يعني ما راحش نزيد نهضر على هذا الموضوع تاع الفيتافورم، يعني راه يجوني اسئله عليه بزاف والناس بزاف شراو في كل الولايات، يعني ماشي عذر اللي يقول لي ما كانش كاين، حوس ترقى حوس ترقى، يعني لانه يعني الصيدلي بزاف ناس بزاف تاع الصيادينه ماهوش عارفين انه هذا الدواء خلاص راه في الاسواق عادي، كي تمشي عنده يقول لك هذا انقطع، ولكن الحقيقه خلاص راه يدخل. لهذا اخواتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.